والتفصيل. سنسرح وإياكم لمدة سويعة كاملة مع ضيوفنا الأفاضل. معنا الزميل طارق عيد سلامات، صحفي بيومية الوطن الناطقة باللغة الفرنسية. أهلا بك طارق. الله يسلمك يا محمد والمتفرجين تاع قناة الهداف تي في. أهلا وسهلا بك طارق. ومعنا أيضا الإعلامي كريم ماضي، رئيس القسم الرياضي لصحيفة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بك كريم. الله يسلمك محمد ونشكرك على هذه الضيافة، كما نتمنى لقناة الهدف النجاح والتوفيق، كما نتمنى الفريق الوطني بالرغم من الإقصاء تاعه التوفيق والنجاح في المباريات المقبلة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدينا الكرام، سنخصص هذا العدد للحديث عن المنتخب الوطني وللحديث أيضا عن الناخب الوطني السابق فايدالي لوزيتش الذي غادر بصفة رسمية المنتخب الوطني بعد مشاركته في العالم وإقصائه في الدور ثم النهائي أمام المنتخب الألماني. وسنتحدث أيضا عن الناخب الوطني الجديد الذي سيعين اليوم بنسبة كبيرة، كريستيان غوركوف. لكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير الذي يقربنا أكثر من نتائج الناخب الوطني السابق فايدالي لوزيتش طيلة 3 سنوات مع المنتخب الوطني. بعد مهزلة مراكش التي سقط فيها الخضر برباعية كاملة تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، سارعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى الاستنجاد بخدمات المدرب الفرنكو بوسني وحيد حاليلوزيتش صيف 2011 وبالضبط في منتصف شهر جويليا. ولم يلقى اسم المدرب البوسني الإجماع لدى شريحة واسعة من الجزائريين، خصوصا بعد سقوطه المدوي مع الجزائر في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام الفيلة الإيفوارية. لكن المدرب السابق لباريس سان جيرمان، وبقدر ما أثار الكثير من الجدل بخرجته الغريبة وصراعه مع الصحافة، كان في كل مرة يخاطب الجماهير من موقع قوة بعدما أنصفته لغة الأرقام التي حققها على رأس العارضة الفنية للخضر على مدار 3 سنوات، لا سيما بعدما نجح في قيادة الجزائر لمشاركة تاريخية في مونديال البرازيل. مسيرة حاليلوزيتش التي انطلقت في شهر جويليا 2011 خاض فيها 30 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 5 مناسبات مقابل انهزامه في 7 مباريات. وكان نصيب هجوم المنتخب الوطني من الأهداف 52 هدفا بمعدل هدف في كل 52 دقيقة، في الوقت الذي تلقى الدفاع 27 هدفا بمعدل هدف كل 100 دقيقة. ويبقى أكبر عدد أهداف سجلها الخضر في لقاء واحد هو 4 أهداف، وتكرر ذلك في 3 مباريات أمام كل من رواندا، غامبيا وكوريا الجنوبية. أكبر عدد الأهداف المسجلة علينا في لقاء واحد هو 3 أهداف، وكان مرة واحدة أمام منتخب بوركينا فاسو في لقاء الفاصل لنهائية كأس العالم. أما عدد اللقاءات التي فشل فيها الخضر في التسجيل فلم تتجاوز 4 مباريات. أهلا وسهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام من جديد. نبدأ النقاش مع طارق. طارق، بالحديث عن الناخب الوطني فايدالي لوزيتش طيلة مدة 3 سنوات ويشتغل في الفريق الوطني، كيفاش تقيم العمل تاعه بصفتك متابع لشؤون المنتخب الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 3 سنوات الناخب الوطني هذا على رأس الفريق الوطني. 3 سنوات يعني بالتدقيق، باسكو جا مود جوي اوت 2011، رانا في جوي اوت 2014. 3 سنين واش نقول لك، تقييم صعب شويه نقيموا الباركور. سي فري كو فلافان تاع الباركور تاع الناخب الوطني وين عندنا كان عندنا نتيجه هي التاهل الدور الثاني تاع المونديال، نتيجه تاريخيه. لكن الارقام في صالح الناخب الوطني، يعني 30 لقاء يفوز ب 18 لقاء، خسر فقط 7 لقاءات وتعادل في 5، الارقام في صالحه. الارقام في صالح، لكن نظن انا كمتابع للفريق هذا ونعرف الامكانيات تاع الفريق الوطني، نظن باللي كنا قادرين نديروا خير من هاد النتائج. هذه الاولى. ثانيا، كي تقول لي انت 18 فيكتوار 7 ديفات 5 نول، مع من ربحناهم ومع من خسرنا لي ماتش، يفوت ثاني الواحد يكون شويه واقعي.
سنتحدث عن من ربحنا هذه العقد ومع من خسرناها، لكن قبل ذلك ماضي ربما فايدا ليوزيتش مشوار حافل ربما نقدر نعتبره الأحسن الآن، أحسن مدرب مرة على تاريخ الكرة الجزائرية. لا في البداية نقول بسم الله محمد، سبق وسبقتني واش كنت راح نقول، الأرقام هي اللي تكلم على المدرب هذا. شوف المدرب هذا من شهر جويلية حتى شهر جويلية اللي رانا فيه ثلاث سنين، 30 مقابلة، 17 انتصار، 18 انتصار، 7 هزائم وخمس تعادلات. أنا بالنسبة لي نعتبره حاليا لو نقوم بمقارنة مع جميع المدربين اللي دربوا الفريق الوطني من الاستقلال إلى لهنا، نجد أن هذا المدرب أحسن مدرب مر على الفريق الوطني. بدليل أن الفريق المدرب هذا واحد خليل يوزيتش حين أشرف على الفريق الوطني في جويلية كان الفريق الوطني كان منهار منهار كلية، بدليل الفريق الوطني كان مقصى من كأس إفريقيا اللي نظمت في 2012، وكلنا نعرفوا الطريقة التي أقصي بها الفريق الوطني بطريقة كارثية أمام المنتخب المغربي اللي تلقينا هزيمة ثقيلة. كان بإمكان الفريق الوطني نجم نقولوا الفريق الوطني نجا بنتيجة عارضة جدا، فهمت؟ الفريق الوطني كي جا خليل يوزيتش ما صابش فريق وطني، صاب فريق منهار، أعاد تكوين الفريق الوطني من الصفر كما يقع من الصفر، واستطاع في مدة قصيرة أولا تأهيل المنتخب الوطني إلى دورة 2013 تاع كأس أمم إفريقيا. فهمت؟ نجم نقول بالرغم من الفريق الوطني كان أقصي في الدور الأول، لكن النتائج حتى الفريق الوطني قدم في تلك الدوره في دوره جنوب افريقيا. لكن انت من جهه تقول لي نتحدثوا بالنتائج، من جهه الان تقول لي نتحدثوا بقدم دوره بعد ما تاهل الفريق الوطني خرج من الدور الاول ماضي. خرج من الدور الاول لكن بالنسبه لي خرج بطريقه مشرفه، لعبنا ضد المنتخب التونسي وقدمنا. اسمح لي خسرنا امام طوغو بطريقه مشرفه. لا لا, لا لا امام المنتخب التونسي العالم كامل يشهد اللي متابعين تاع كاس امم افريقيا، قدم المنتخب الوطني مقابلة جيدة، خطأ واحد المنتخب التونسي سجل علينا هدف، احنا ضيعنا عدة فرص للأسف الحظ احيانا كما حدث المنتخب احيانا. مرة كريم ماضي يقولنا نتحدثوا بالأرقام، مرة يقولنا نتحدثوا لا لا نكمل لك محمد، نكمل لك النقطة هذه. المباراة الثانية مع المنتخب الطوغولي هزيمة 2-0 هزيمة 2-0، حاولنا الفريق الوطني باش يبني المنتخب الوطني تلقى هزيمه اقصيه من الدور الاول، لعب المباراه الثانيه، اسمح لي نكمل لك محمد، لعب المباراه الثالثه كونتر المنتخب الايفواري كان مقصى، فهمت؟ بعد الاقصاء كامل ونتحدى اي كان اللي كان يقول باللي فوالا المنتخب الوطني راح يتاهل للمونديال، منتخب كان منهار، لكن بين قوسين نقول عبقريه خليل يوزيتش تمكن أن يعيد الفريق الوطني إلى السكة الصحيحة، وبدأ مشوار جيد في التصفية تاع كأس العالم بالرغم من الهزيمة اللي تلقاها المنتخب الوطني أمام المنتخب المالي في مباراة لعبة في بوركينا فاسو، لكن بالرغم من ذلك عاد الفريق الوطني وحقق نتائج إيجابية. سنعود الى هذه النتائج الايجابيه، لكن قبل ذلك اريد ان اسال طارق كريم، راه يقول لك بلي هذا مدرب عبقري جاء لقى الفريق منهار، هو اللي كون الفريق، هو اللي عاود اهله كاس افريقيا، قال لك الخروج تاعنا من كاس افريقيا كان مشرف، قال لك بعد ذلك لا احد كان يتوقع اننا نتاهل لكاس العالم، ولكن تاهلنا لكاس العالم بفضل هذا المدرب العبقري. انا ما نوافقش على كل حال كريم، اللهم معليش على الراي تاعه. على كل حال يقول لك فريق منهار منهار نهار جا خليل يوزيتش الى رومبلاسي بن شيخه لا تيت لا سيليكسيون ابري لا ديفات تاع مع سونتر افريك ابري اف المغرب، احنا من المغرب اي فوالا. المهم يعنيناش خسرنا 2-0 ديجا، هذيك اول هزيمه للفريق الوطني تاعنا مع فريق افريقيا الوسطى، سي لا بروميير ديفات تاع ليكيب ناسيونال. وما عليناش، راح موراها راح بن شيخه وجا خليل يوزيتش. كي جا خليل يوزيتش كيما يقول لك قال لك عاود الفريق من داره جديد، ما عاودش الفريق، ما عاودش بنا فريق، دا 90% 99% تاع اللاعبين اللي لعبوا اللقاءات اللي تيليمينينا الاقصيات تاع التصفيات تاع كاس افريقيا تاع 2012 اللي يبدا اللي مبولحي اللي الحسن سي لي ميم جوار اللي كانوا في، لكنه ابعد بعض الركائز مثل كريم زياني مثل نذير بالحاج مثل مطمور. فوالا 4-5 جوار ماكسيموم.
من خلى خلى الجروب كما يقولوا احنا الاغلبيه تاع اللاعبين. لا اسمح لي سلامات ما نوافقكش، اسمح لي نقاطعك فيك، لا ما نوافقش بالنقطه هذه. الفريق الوطني كما قال محمد كان الركائز الاساسيه تاع المنتخب الوطني، كان الخرجوا من الفريق الوطني كما قال كريم زياني كان مطمور، كان بالحاج، كان اللي كاين عناصر ركائز، هذه عناصر ثلاثه عناصر اساسيه، ماشي عناصر تاع الاحتياط. لا فريق مكون 23 لاعب، نحيد ثلاثه ولا اربعه، لكن جا لقى فريق منهار، قال لك لقى فريق مقصر من كاس افريقيا، فريق منهار من الناحيه البسيكولوجيه، من الناحيه البسيكولوجيه، من الناحيه المعنويه. معنويه بصح كما يقول لك 2011 حتى 2013 كاين قريب عامين. لا بسمح لي، لا في ظرف قياسي تمك، لا في ظرف قياسي تمك 2011 تمك 2011 جا هو في 2011 جا في وقت وين او كونترير. انا نقول لك او كونترير، علاش؟ باسكو في 2011 كي جا هو مام الا كان الفريق الوطني تاعنا كان مقصى في هذيك المقصى من تصفيه 2012 كاس افريقيا، نتحدوا على كاس افريقيا 2012 كان مقصى، مازال كان عنده كانوا عنده لقاءين، زاد لعب لقاءين تحت قياده علي روزيج. دونك الفريق هذا او كونترير كما يقول لك المدرب كان عنده كما عنده الوقت سون بريسيون دو سوبرفيزي دو زيكيب، وكانت عنده ربما ايضا الامكانيات، كان عنده منتخب عنده امكانيات. خرج افيك دي جوار اللي عام من قبل لعبوا المونديال، يا اخي لعب لي ميم جوار، سي لي مبولحي، سي لي انا في رايك ما عنده حتى فضل المدرب في عنده، ما نقولوش ما عندوش الفضل، مي انا نقول بلي المدرب هذا بالامكانيات اللي كان عندنا حنا وباللعابه اللي عندها للفريق، باسكو باش يفولو ديره دوبوي 82 يعني من الفريق تاع اللي دار من حامد خيخون كيما نقولوا حنا من 82 لهنا ما كانش عندنا فريق فريمون قوي. لا اسمح لي سلامة، فريمون قوي كيما هذا، ما اون فو با كومباري عليك، لا اسمح لي، لا كاين مي نونبيش كو كيما يقول لك عندنا لاعبين كان عندنا يعني دزنا في وقت يعني الوقت اللي جات فيه في علي لوزيج من 2010 هو جا في 2011 روح حتى 2013 مع اللعابه اللي تجاو الفريق الوطني دخلوا الفريق. لا 2011 يعني في رايك كان قادر يحقق نتائج افضل من احسن محمد أحسن من انا نسال هو لكن يقول لك بانه كان عنده الامكانيات، كان عنده اللاعبين، كان عنده كل الظروف ميسره، كان قادر يحقق نتائج اكثر. انا نرجع تاع لاكوب دافريك تاع لافريك دي سيد في 2010 الفريق الوطني كاس العالم تاع لافريجي سيد رجع من نهايه كاس، شارك في نهايه كاس العالم، اسكو الفريق الوطني تاهل لكاس كاس افريقيا اللي جات؟ انا ما تاهلش، معليش لا نجي الملاحظه هذه، النقطه مهمه هذه، بنفس العناصر اللي شارك في الفريق الوطني في لافريجي سيد ما تاهلناش مع المدرب شيخ بن شيخه، لا مع شيخ مع سعدان، مع سعدان على طنزانيه، لكن بن شيخه هو اللي مسك. ومن بعد جا عطاو الزمام الامور المدرب تاع بن شيخه، لازم نربطوا تسلسل الاحداث. الفريق الوطني ما تاهلش في تاع نهايه كاس امم افريقيا تاع 2012 بالرغم كنا شاركنا في الكاس العالم تاع 2012 تاع 2010 فهمت. جا المدرب تاع بن شيخه نعتبره تم فشل كيما فشل سعدان. في كل هذه الاحداث الفريق الوطني كان انهار معنويا ومن جميع النواحي، الارقام اللي تحدث الفريق الوطني انهار، نحب نتائج سلبيه ولا فريق وطني كارثي. شفنا نعطيك انا مثال، دات على دو ماتش اللي لعبنا تاع التصفيات في مع المغرب كانوا ربحونا ب 4-1، مع افريقيا الوسطى كانوا ربحونا 2-0 والفريق خلاص انهار. لكن احكي لي على مرحله علي لوزيج خلاص هذيك المرحله. اسمح لي لا نجيك الفريق كي جا المدرب خليزي صاب الفريق الوطني منها، اعرف هو كيفاش يبني فريق وطني من دار جديد بغض النظر على الاسماء اللي بقات في الفريق الوطني، نفس العناصر غالبيه اللاعبين، اعرف كيفاش الفريق الوطني عاود يكمل بهم المسيره هذه، بنى في منتخب وطني. لكن هذا الكلام قلت لنا خلاص فاستوعبنا هذا الكلام، خلاص جاوا ايضا لوزيتش وبنى فريق لكن اقصي من كاس افريقيا، وبعد ذلك طارق المنتخب الوطني تاهل المونديال، الى كاس العالم. ما يكفيكش انت مدرب ياهلك الى كاس العالم، ولا
تأهل لكأس العالم من حيو الفريق على التأهل هذا ونحيو على الباركور تاعو. وهذا الشيء خلينا نمحو والصرف في لاكوب دافريك 2013. لكن كأس العالم أهم من كأس أفريقيا. احنا الناس تعلم الأخطاء حتى هو تعلم الأخطاء وتأهل المشكل سيك عاود نفس الأخطاء دار نفس الأخطاء. نعطيك مثال، احنا قبل ما الفريق الوطني تاعنا قبل ما يروح لإفريقيا جنوب إفريقيا باش يلعب كأس افريقيا، نحكي على كأس افريقيا 2013 يا اخي، شفوا الناس كاع كانت متفائله، الناس كاع متفائله، شفوا الرئيس الفيدراليه تاعنا محمد راوراو هضر دون كونفيرونس دو بريس في سيدي موسى، قال لهم لوبجيكتيف تاع الفريق ربع النهائي الدور الثاني، مش الدور الثاني تما دومي فينال كأس افريقيا، قال لهم لا قال لهم الدور كاريداس لو كاريداس اللي كات بريمير بلاس، دونك سا فو دير او موا تروح لدومي فينال باش تلعب عند ميم ما تروحش لافيان تلعب لا تروزيام ولا كاتريام بلاس. دونك هنا ديجا صرا خلل، هنا ديجا فهمنا باللي كاين خلل كلك بار بين لا فيديراسيون والمدرب. علاش؟ لكن علاش راك ماسكلي في كاس افريقيا؟ تحدث لي الان على كاس العالم، هذا المدرب جا على هذا المدرب خرج من 2011 حتى 2013 حتى لكن الهدف تاعو كان هو التاهل الى كاس العالم. كان عنده هدفين صحيح، الهدف الاول سيتي لا كوب دافريك 2013 وين ما نجحش في الهدف، ما نجحش في المهمه، وفضلوا خليوه هي يحافظوا على الاستمراريه، لكن حقق بعدين الهدف تاعو هو التاهل لكاس العالم وتاهل الدور الثاني لكاس العالم. وش راك طالب من المدرب اكثر من هذا الشيء؟ المدرب شوف اخ محمد، المدرب هذا علي لوزيتش يا اخي، كاع شفنا المال اللقاء تاع كاع، كنا نقولوا بلي الفريق الوطني عنده امكانيات، خاصه كي شفنا كيما قلت لا كومبوزون تاع الجروب تاعنا الجروب اش سيتي لا بلجيك لا كوري دو سود و لا روسي، كي شفنا كومبارينيون بلي زوتر جروب قلنا بلي الفوج اللي كان فيه الفريق الوطني فوج في متناول الفريق الوطني هكذا. دونك كيما نقول لك فوج اللي نقدروا منه نخرجوا فريق يتاهل اول مره للدور الثاني. اوكي، نهار بدات الدوره ما بداتش مليح لينا افيك اون ديفات كونتر لا بلجيك، كنا رابحين 1-0 وخسرنا والسيناريو تنقلب كاع مي بصح، ولكن لازم ناناليزيو الماتش هذاك والماتش اللي موراه. علاش خسرنا الماتش على بلجيك وعلاش ربحنا الماتش تاع لاكوري دو سود وعلاش ربحنا الماتش تاع لاكوري؟ مي سي سا، انت فريق يقول المدرب هذا ملي بدا قبل اللقاء هذا قلنا كيما يقول لك قلنا له باللي الخيارات تاعو واللي راح يلعب بهم سيرتو كي يومين ولا 24 48 ساعه قبل اللقاء تاع بلجيك وين بانوا شويه بانت يعني التشكيله راح تدخل كونتر بلجيك، ديجا الصحافه والمتتبعين قال لك بدات شويه تخاف من النتيجه مع لا بلجيك. علاش؟ باسكو المدرب راح بطريقه وين حب كيما يقول خايف راح اللقاء هذا تاع بلجيك هو خايف منه، من حقه يخاف، بيجي بالحق يخاف، من حقه يخاف بصح، تروح وما تموتيفيش الفريق تاعك وتروح وتخلي الفريق تاعك يلعب يدير في باله باللي ما يقدرش يربح، علاه تروح الى ماذا؟ ولا بروف كنا رابحين بطريقه تاع الخوف هذيك ولا واللور ماضي عاود نخسر الماتش خسرناه. اسمح لي، طريقه بدلت ماضي. طارق راه يقول لك باللي المنتخب الوطني رغم انه يعني مشى صح للدور الثاني كاس العالم الا انه ما شفناش منتخب وطني في المباراه الاولى، وكاين ايضا البعض يقولوا ما ننساوش يا جماعه باللي في ربع مباريات ربحنا الا لقاء واحد في كاس العالم فقط. كيفاش ترد على هذه النقطه انت ماضي؟ لا، الفريق الوطني في المونديال لعب ضد منتخبات، انا ضد اللي يقول ضد لعبنا ضد منتخبات صغيره ولا في متناول المنتخب الوطني. اولا المنتخب البلجيكي ما ننساوش المنتخب البلجيكي حبينا ولا كرهنا، اول منتخب تاهل من قاره اوروبا فهمت الى المونديال ويضم احسن العناصر في المنتخب البلجيكي. هذه نقطه. المنتخب الوطني صح ما قدمش مباراة كبيرة مع أمام المنتخب البلجيكي، لعب دفاعيا، كان الفريق الوطني كان متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر، كان بإمكانه حتى ينهي المباراة بالفوز ولا نقول، لكن أين اختفى المدرب في المباراة الأولى؟ ما أدري، يقولوا بأنه في المباراة الأولى هو فوز فيلموتس على ألي لوزيتش، أين تكتيك ألي لوزيتش في المباراة الأولى؟ هل سقط في الماء؟ بالعكس أنا نشوف باللي طبق طريقة الخشية من المنافس تاع المنتخب البلجيكي، تلعب بطريقة دفاعية، لكن عندما لاحظ أن الفريق الوطني عنده إمكانيات باش يذهب بعيد في المونديال هذا، نلاحظ نشوفوا اللمسة
اللمسه تاع خالد زوبيتش في المباراه الثانيه امام المنتخب الكوري. المنتخب اسمح لي اسمح لي يا سلام نوليو النقطه هذيك. شاف عند المنتخب الكوري، شاف المنتخب الوطني عنده امكانيات باش يلعب كما يقولوا بطريقه جيده، وتجلى ذلك في المباراه الثانيه امام المنتخب الكوري. اسمح لي، المنتخب الوطني أول مرة في التاريخ نشوفوا المباراة متقدمة سجل أربعة أهداف ليس بالأمر. اسمح لي اسمح لي اسمح لي لا لا اسمح لي لا لا هذا أنت اسمح لي محمد، ليس بالأمر الهين باش تفوز فريق الوطني يفوز بأربع أهداف على منتخب كوريا في المونديال. ما قلناش أنه منتخب كوريا ضعيف، لا لا ما قلناش أنه منتخب كوريا. خليني نكمل لك، كونفيرمي واش راني نقول لكم، باللي الفريق عنده إمكانيات وباللي الفريق المدرب هذا لكن انت طارق لما المنتخب يفوز تقول الفريق عنده امكانيات، ولما ينهزم تحصلها في علي لوزيتش. المنتخب هذا باش ربحنا ربحنا فيك دي جوار لي جامي لعبهم تيتولير دون زان ماتش اوفيسيال، صح ولا لا؟ جابو قال لك جوار تاع 10 دقائق، ابراهيمي قال لك جوار تاع 10 دقائق، ابراهيمي كي لو بير لو ميور دريبلور دو لا ليغا. جابو اسمح لي سلامة، استخلص الاخطاء من اللقاء تاع علاش ماشي من اللقاء الاول؟ علاش ماشي من اللقاء اللقاء الاول كان بالنسبه لي هي المراه الحقيقيه تاع الفريق الوطني، عنده امكانيه داخل تغييرات البحنا كوريا باربعه. جابي ربي الفضل انت في رايك الفضل للمدرب في اللقاء الثاني ليس للاعب. لا لا الفضل المدرب اكيد المدرب فهمت، واللي حتى في اللقاء الثالث امام المنتخب الروسي الفريق الوطني كان متاخر فهمت، وعاد من بعيد وعاد النتيجه وتاهل للدور الثاني. عن المدرب الوحيد بعد اللي درب الفريق الوطني من خلال ثلاث اربع دورات يقود المنتخب الى الدور الثاني صحيح في المونديال. ودي نضرب معك بعيد محمد، المنتخب الوطني وقف الند للند امام المنتخب الارمادا الالمانيه اللي سنتحدث ماضي عن الالمان، لكن اتركني نسالك سؤال وبعدين نولي لكوريا. انت صرحت بعد الفوز على كوريا، صرحت في احدى القنوات انه الصحافه يتمد التشكيله الوعيد علي لوزيتش، هل هذا كلام منطقي يا طارق؟ هل هذا كلام منطقي؟ هل هذا كلام صحفي؟ نقول لك حاجه، المدرب هذا كيفاش انت تمد التشكيله للمدرب؟ هو 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 اللي اون برينسيب المدرب هو اللي يعرف التشكيله ويعرف اللاعبين خير منا اون برينسيب، يعني نقولوا هذا بطريقه بصح المدرب اللي يروح لك اللي يقود فريق ويدير حسابات كما نقول لك اكسترا سبورتيف. جابو يلعب 10 دقائق فلان، ما كيفاش فلان دخل يلعب بعيد، لكن شفنا دخل جابو. لكن فهمني كيفاش انت تمد التشكيله للناخب الوطني، كيفاش تصرح وتقول احنا الصحافه قريتوا الصحافه قريتوا الصحافه قريتوا الصحافه تبعتوا الصحافه في خمس ايام اللي ثلاث الهزيمه بين لقاء لا بلجيك ولقاء صحيح الصحافه كتبت ولا الجماهير صحافه وعلاش مش ركزت الناس كاع مام التقنيين يا اخي؟ حنا هضرنا في الصحافه، مام الصحافه كل الصحافه الجزائريه مختصه ولا غير مختصه، هضرت حنا يا خويا ما نعرفوش حنا بالون، حنا صحافيين ما نعرفوش بالون، هضرت تقنيين يا اخي، هضرت دي زونسيان جوار تاع ليكيب ناسيونال، هضرت مدربين عطاو دلاو الراي تاعهم، واش كان الراي تاعهم؟ انا شخصيا هضرت مع فرقانيو وهضرت مع حسين يحيى دو جوار اللي كانوا في 82 و سي دي زونترينور و سي دي تكنيسيان، واش يقولوا لي؟ يقول خلي الفريق يلعب. الصحافه مور لا ديفات على بلجيك الناس كاع شافت يا وكريم وقال لك باللي احنا الفريق كنا قادرين نربحوا اللقاء هذاك. دونك رانا كاع متوافقين باللي الفريق الوطني كان قادر يربح في اللقاء تاع لا بلجيك. خسرناه، علاش خسرناه؟ باسكو المدرب تاعنا هذا قلت لك لعب خايف، لعب افيك حساب، دخل افيك دي كالكول ودي شي بانايا اللي خلاونا ما نروح ما عليناش. بون الماتش راح فات، مور لا ديفات هادي قلت لك الصحافه كاع الوطنيه مختصه ولا غير مختصه حكاو على جابو وحكاو على ابراهيمي لكن نذكرك الاخطاء تسمح لي باللي هذوك الزوج اللي دو جو لكن نذكرك بشيء اللاعبين هما اللي داروا للامانه. اخي طارق للامانه جابو صرح وقال بانه مباشره بعد لقاء بلجيكا المدرب طلب مني اني نتحضر نفسيا للمباراه امام كوريا، يعني المدرب ما استناش الصحافه ما استناش المحللين الصحافه علاش نغطيو الشمس بالغيبة؟ لا ما غطيوش الشمس بالغيبة، محللين يحبطوا الفرق تاعهم للقسم الوطني الثاني وبعدين ينصحوا مدرب مثل علي لوزيتش اللي مشى بالفريق الوطني. بل علاه ما لعبش ما جابوه من اللقاء الاول؟ جابوه ابراهيمي ربما شاف ابراهيمي يا اخي. نهار كي شفنا لي دو ماتش لي دو ديرني ماتش
لي دو ديرني ماتش تاع الفريق الوطني تحضيريه قبل ما يروحوا للمونديال كونتر الارميني ولا روماني. يا اخي لي دو ديرني ماتش وين بريباري ليكيب تاعك تروح للمونديال خلاص راك داخل المنافسه الرسميه. كريم ماضي ولا يرد عليك لي دو ماتش رد عليك علاش ما لعبش لي دو ماتش هذوك يا طارق اسمح لي تما بالجواب لي دو ماتش وينو باللي جابوا ابراهيمي داير ابراهيمي لا بروفي بلي عنده بلاصتو كوم تيتولير اي كوم مونور دو جو في دو ماتش هذوك. مدرب هو يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة تاع المنتخب حتى جميع اللاعبين. في المباراة تاع بلجيكا أعرف أعترف باللي ارتكب أخطاء كان الفريق الوطني أني ربما بلاك توافقني تعرف أن المنتخب الوطني كان بإمكانه الخسارة اللي أمام المنتخب البلجيكي هي اللي خلاته ولا دفعاته باش يلعب جابو ويلعب إبراهيمي لا ديفات هي اللي خلاتهم يلعبها ونشوفوا المباراه تاع المنتخب تاع امام المنتخب الكوري المنتخب الوطني قدم مباراه في القمه فهمت علاش انا نسالك لمن يرجع هذا الاداء اسالني لاعبين لابولونتي تاع الجوار لا بالعكس المدرب لا نتحدث المدرب اما المدرب الرول تاعو شنو اما بعد لكن كطارق انت لما المنتخب يلعب مليح تقول لاعبين ولما المنتخب يخسر تقول المدرب ماشي مليح لا اما كيف خرجت من ظروف كما يقول الفريق تاع من اللقاء تاع بلجيكا اللقاء اللي كما يقول راهو كريم راه موافقني الناس كاع شافت اللقاء كانوا الناس كاع تقول باللي اللقاء هذا ما كناش لازم نخسروه أمو خرجوا بابا لكن علاش ما لازمش نخسروه منتخب بلجيكا هو مارد اوروبا الجديد هو منتخب كبير منتخب مدجج بالنجوم مدجج بالنجوم بصح سو لو بلون جو في التيران في اللقاء النجوميه حاجه مسح اللقاء في التيران حاجه ميسي سي لو روي دو موند سي لو ميو جور دو موند مي في التيران الماتش اللي فات ما كاين والو تو فو حبيت نقول لك باللي لقاء سور بابي حاجه اللقاء بين تقول الجزائر بدا فلان كلاسي 57 وعلى الميدان شيء اخر الميدان شيء اخر محمد سمحني انا نشوف الدولو في دائره مفرغه علاش دائره مفرغه الفريق الوطني تاهل الدور الثاني بفضل المدرب وحنا رانا داخلين نشوقوا في المدرب الامور تقاس بخواتيمها قبل ان نستكمل المدرب هذا ثاني كي خسرها في امريكا ملي كنحسبوها طارق قبل ان نستكمل هذا النقاش مع طارق عيد سلامات وكريم ماضي نتوقف عند هذا التقرير الذي يطلعنا على علاقه الناخب الوطني السابق فايدا ليلوزيتش بالصحافه ثم نعود. بعد مهزلة مراكش التي سقط فيها الخضر برباعية كاملة تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة سارعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى الاستنجاد بخدمات المدرب الفرنكو بوسني وحيد حليلوزيتش صيف 2011 وبالضبط في منتصف شهر جويليا ولم يلقى اسم المدرب البوسني الإجماع لدى شريحة واسعة من الجزائريين خصوصا بعد سقوطه المدوي مع الجزائر في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام الفيلة الإيفوارية لكن المدرب السابق لباريس سان جيرمان وبقدر ما أثار الكثير من الجدل بخرجته الغريبة وصراعه مع الصحافة كان في كل مرة يخاطب الجماهير من موقع قوة بعدما أنصفته لغة الأرقام التي حققها على رأس العارضة الفنية للخضر على مدار 3 سنوات لا سيما بعدما نجح في قيادة الجزائر لمشاركة تاريخية في مونديال البرازيل. مسيرة حليلوزيتش التي انطلقت في شهر جويليا 2011 خاض فيها 30 مباراة فاز في 18 وتعادل في 5 مناسبات مقابل انهزامه في 7 مباريات وكان نصيب هجوم المنتخب الوطني من الأهداف 52 هدفا بمعدل هدف في كل 52 دقيقة في الوقت الذي تلقى الدفاع 27 هدفا بمعدل هدف كل 100 دقيقة ويبقى أكبر عدد أهداف سجلها الخضر في لقاء واحد هو 4 أهداف وتكرر ذلك في 3 مباريات أمام كل من رواندا، غامبيا وكوريا الجنوبية. أكبر عدد الأهداف المسجلة علينا في لقاء واحد هو 3. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قبل أن نعود للحديث عن حليلوزيتش والصحافة الجزائرية وعلاقة الطرفين المتوترة نستكمل الحديث مع طارق حول فايدا ليلوزيتش. المدرب مورينيو صرح اليوم بأنه فايدا ليلوزيتش من أحسن المدربين في المونديال. لما سألوه قالوا له من هو أحسن مدرب أذكر الاسم الأول فايدا ليلوزيتش وبعدين عاد وقال لكن من ناحية المسيرة فونغال هو اللي كان الأحسن.
يعني كيفاش مورينيو ما يعرفش كره القدم؟ يعرف مورينيو كره القدم، صح. مورينيو ثاني قال لهم مزيان ما كاين والو في التصريحات الاولى تاعهم، بعد عاود دار الاخر تاعو. علاش؟ كيما يقول لك كل لقاء يعطيك 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 نظره على 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 شخص ولا على ولا على فريق ولا على ولا على على نخبه. دونك تقدر تعطي رايك، تقول المانيا الماتش اللقاء الاول مع البرتغال ربحوا 4-0، من بعد لقاو كالك ديفيكولتي مع الجزائر، لقاو